السلام عليكم جميعا، أعود من منطقة جبل مكبر حي صلعة. هدم بناية سكنية بمنطقة صلعة تعود لعائلة جعابيس، بناية من 8 سكن 4 طوابق قيد الإنشاء، تم إصدار قرار بهدمها. في هذه الأثناء بدأ عملية الهدم. كان هناك صعوبة في الوصول إلى البناية السكنية، تم فتح طريق وتجريف قطعة أرض مجاورة وطريق مجاورة للعمارة السكنية. بدأ عملية الهدم. السلام عليكم مرة أخرى من منطقة جبل المكبر حي صلعة. بلدية الاحتلال تقوم بهدم منشأة سكنية، بناية سكنية من 4 طوابق 8 سكن قيد الإنشاء، تعود لعائلة الجعابيس. إطلاق الألعاب النارية باتجاه قوات الجيش في المنطقة. كما تشاهدون قوات كبيرة في المنطقة، عدد كبير من الجنود. هنا مركبات قوات الجيش، انتشار لقوات الجيش في المنطقة. عملية الهدم مستمرة.
Mm-hmm.